النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. صباح الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم استمرت الأجواء الصيفية المعتدلة في عموم مناطق المملكة، حيث تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية معتدلة الحرارة في عموم مناطق المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي تستمر الأجواء الصيفية المعتدلة، وأيضا تستمر الليالي المائلة البرودة إلى الباردة نسبيا في عموم مناطق المملكة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات قليلة من الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر، لكن سرعان ما تلاشت هذه الغيوم ليصبح الطقس صافي في عموم مناطق المملكة. نتحدث أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء. تستمر يوم الأحد تأثيرات الكتلة الهوائية المعتدلة الحرارة في عموم منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا عموم منطقة بلاد الشام. درجات الحرارة تكون أقل بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام، تكون أعلى من الأيام القليلة الماضية التي سجلنا، حيث كانت درجات الحرارة أقل بكثير من معدلات مثل هذا الوقت من العام. لكن يوم الاثنين ترتفع درجات الحرارة قليلا مقارنة بيوم الأحد، تكون حول معدلات مثل هذا الوقت من العام. طقس صيفي اعتيادي خلال ساعات النهار، يميل للحرارة خلال ساعات الظهيرة والعصر، لكن خلال ساعات الليل تعود وتنخفض درجات الحرارة ليصبح الطقس مائل للبرودة في عموم المناطق. يوم الثلاثاء أيضا تستمر درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام إلى أقل بقليل من معدلاته، ويستمر الطقس صيفي اعتيادي خلال ساعات النهار، يميل للحرارة خلال ساعات الظهيرة والعصر، لكن تكون الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة نسبيا خلال ساعات الليل. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية مع 18 درجة مئوية المحسوسة 18، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنقطة في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين طقس صافي 27 18 درجة مئوية، يوم الثلاثاء أيضا طقس صافي مع 27 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 19 درجة مئوية، ويوم الأربعاء تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مجددا تسجل 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 20 درجة مئوية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة ليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء صافية بشكل عام، المفرق 29 إلى 19، إربد 28 إلى 19، عجلون 27 إلى 18، وجرش 29 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 30 إلى 20 درجة مئوية، البلقاء 28 إلى 19، عمان 27 إلى 18، مأدبة 28 إلى 19، والبحر الميت طقس حار مع 35 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الجنوبية، الكرك 27 إلى 18، الطفيلة 27 إلى 18 أيضا مع أجواء مشمسة بشكل عام، معان 28 إلى 18، الشوك 24 إلى 17، والعقبة 37 إلى 27 درجة مئوية. نذهب الآن شرقا نحو الأزرق 34 إلى 20 مع أجواء صافية، نفس الأجواء والحرارة تقريبا في الصفاوي ورويشد 36 إلى 19 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.